السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم إن شاء الله في نفس الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه أمس، اللي هو على تسييس العمل الإنساني وعسكرة العمل الإنساني. وطبعا وصلتني أسئلة كثيرة من بعض الشباب، وخاصة الأستاذ أحمد الحيت اللي هو حط 7 أو 8 أسئلة وطلب مني ان انا اعمل هذه الحلقة حلقة نقاشية ان شاء الله. قبل ما نبدأ الحلقة دي لابد ان انا نتكلم عن تسييس وعسكرة العمل الانساني. التسييس ما بيجيش من الحكومات فقط، التسييس بيجي ايضا من الجمعيات اللي اعضائها بيكونوا منتمين لبعض التوجهات السياسية، الافكار السياسية، الأفكار الفكرية الأخرى، أو الجماعات الدينية أو إلى آخره. فإذا كانت الحكومة بتسيس فإحنا نعرف إن الحكومة بتسيس العمل، لكن علينا إحنا كأفراد ألا نسيس العمل ونجعل العمل تابع لجهة معينة ليس تابع للمجتمع. الصورة اللي بعد كده. بالنسبة لعسكرة العمل الإنساني أيضا دي ظاهرة بدأت في بعد الحرب بتاعت السوفيتية الأفغانية، في ناس سمت حبة الجيوش اللي موجودة هناك انها تظهر لنفسها صورة إنسانية من خلال الجنود هناك. ده أمر خطير جدا جدا جدا. وجاءت الهجمة دي أو جاءت الريح دي من أمريكا على أوروبا لتجعل للجيوش دور في العمل الإنساني. أنا شخصيا وده رأيي المتواضع فيه، تسييس وعسكرة العمل الإنساني يعتبر من الكبائر المحرمات داخل العمل الإنساني. لازم تقاسم لحق العسكريين أو الأمنيين، لا بل بالعكس، ومحافظة عليهم. لماذا؟ لأن الشخصية العسكرية هي شخصية فوقية آمرة غالبا ما لا تستمع. الشخصية الأمنية شخصية بحثية تحاول تجد الجناح، فشخصية شكاكة تشك في الإنسان إلى أن يثبت إن هو بريء. فلذلك احنا نجنبهم مخاطر التعامل مع المجتمع وخاصة في العمل الإنساني. ليه؟ لأن مناخات العمل الإنساني متغيرة باليوم وباللحظة وبالثانية وفق الحاجيات ووفق الثقافات بتاعة الشعوب وفق أديان وقيم الشعوب. بالنسبة للأمرين دول تكلم فيهم انهم يعتبروا كبيرة في العمل الإنساني، أن نسيسه أو نعسكره أو نجعله يدار بالدوائر الأمنية، تكون على سدة هذه الجمعيات مثل مثلا لواء أو عقيد أو عميد أو إلى آخره في بعض المؤسسات الخيرية. ده طبعا شيء لا يتمشى مع ثقافة وفكر وقيم وأخلاقيات العمل الإنساني. نرجع مرة أخرى لنشأة المؤسسات الحكومية أو الإدارات أو الوكالات التنمية الدولية. متى نشأت في الغرب؟ عشان نعرف كيف الغرب استطاع أن يحترم إبداع الفرد اللي في الغرب، سواء كان من أمريكا أو من أوروبا، حينما كان يذهب لأفريقيا ويذهب لآسيا علشان يبشر. من حق الإنسان أن يخبر عن الدين بتاعه. ورجعت هذه الفكرة لكثير جدا من هذه الحكومات أنها تبتدي تحول هذه القوة الناعمة، قوة ناعمة، العمل ده العمل الإنساني هو من أقوى القوى الناعمة لأي مجتمع في العالم. فبدأت تفطن لها الحكومات في بعد الحرب العالمية الثانية، وتبتدي تحولها إلى مؤسسات حكومية دولية لكي تحقق بها السياسات الخارجية لها. في وقت احنا اليوم في القرن 21 نجد ان كتير جدا من الحكومات العربية والحكومات اللي موجودة في العالم الاسلامي تمنع وتتهم هذه الجمعيات بالتطرف والانعزالية والصدامية والارهاب، وتسلط عليها دوائر إعلامية. شوف الغرب اكتشف القوة الناعمة للعمل الإنساني فحولوا لإدارات دولية، والشرق بيحارب
العمل الإنساني وهذه القوى الناعمة فبيقتلها ويؤيدها في مهداه. وده ما يحدث الآن وللأسف في تصنيف كتير جدا من الجمعيات من خلال دول معينة بالإرهاب والتطرف إلى آخره. هذه بعض الوكالات التنمية اللي أنشئت، مثلا وكالة الفرنسية للتنمية سنة 1944 يعني AFD النرويجية للتنمية سنة 1960، ودي تابعة الأولية تبع وزارة الخارجية، الثانية تابعة لوزارتين، وزارة المناخ إذا كان بتتحدث عن الغابات، ووزارة اللي هو الخارجية كان بتتحدث عن السعادة الخارجية. USAID اللي هو الوكالة الأمريكية سنة 1961 وأنشأها الرئيس الراحل جون كينيدي، ودي مؤسسة مستقلة لكن تاخد التوجه من الرئيس وزير الخارجية واللجنة العليا للأمن، اللجنة العليا للأمن. بعد كده بريطانيا اللي هي الوكالة البريطانية للتنمية الدولية من 61 اتطورت أصبحت وزارة حاليا، أصبحت وزارة. الدنماركيين عملوا بردك المؤسسة بتاعتهم الدولية للتنمية سنة 62 وتابعة للوزارة الخارجية. السويديين عملوها سنة 65 ودي طبعا بردك للوزارة الخارجية اللي بعد كده. الكنديين سنة 68 ودي تابعة للبرلمان. اليابانيين اللي هي نمرة 8 مفروض هي جايكا سنة 74 ودي تابعة بردك لوزارة الخارجية. الألمان جي تي زد بقى جي اي زد تابعة بردك لوزارة الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي. الأسبان عملوها سنة 88 وتابعة لوزارة الخارجية. يعني كل هذه الدول شعرت بقيمة القوة الناعمة للعمل الإنساني فأنشأت لي وزارات أو أقسام على أن تفرض في السياسة بتاعتها. ده اللي هنتكلم فيه، يعني نتكلم عن العسكرة وقيادة العمل بالعمل رجال الأمن أو السياسيين. دي دول إذا أردت أن تأخذ منها منحة فتعلم أن هذه الدول بتحقق سياسة الدول بتاعتها. حتى الأمم المتحدة ومؤسستها، لأن الأمم المتحدة يعتبر مؤسسة دول، وكل المنح اللي تيجي الأمم المتحدة بتكون وفقا لسياسة الأمم المتحدة، وفقا لسياسة الدول المانحة، وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى آخره إلى آخره. بعد كده دي بعض الأسئلة الأخرى اللي جات. احنا كنا بنتكلم عن المقدمة دلوقتي، دي كانت المقدمة اللي هي العسكرة والأمننة واللي هو تسييس. أنا قلت الثلاثة دول يعتبروا بالنسبة لي من الكبائر في العمل الإنساني. أنا أسأل عما أقول، أنتوا تفعلوا ما تريدون. أول سؤال تاني جه من الشباب، هل لدى الجمعيات، يمكن هو بيتكلم عن بعض، أخونا أحمد من أحد المدربين الأكفاء اللي بيعملوا في منظمة العون المباشر في الكويت، لكن هو في السودان، هل لدى الجمعيات نظام إداري ده شفافية؟ النظام موجود لكن احنا بنطبقه. كل القرآن موجود، الإنجيل موجود، التوراة موجودة لكن احنا بنطبقها؟ لا، كل الحاجات دي موجودة، سواء كانت في وزارات الشؤون الاجتماعية أو الوزارات المانحة للعمل الخيري والإنساني في الدول العربية والدول الأخرى، لكن هل احنا بنطبقها؟ أنا أقول وأجزم إن غالبية الجمعيات اللي أنا قعدت معاها واختلطت بيها واختلطت بيها في دول عدة دون ذكر أسماء لا تطبق معايير الشفافية، لا تطبق معايير الشفافية على الإطلاق أو على استحياء بعضهم بيحطوها. أقل معيار من معايير الشفافية إنها الشفافية المالية، إنك يكون المال اللي أنت بتاخده من المجتمع وبتصرفه على المجتمع، المجتمع بيعرف كيف أخذ وكيف صرف. دور على بعض الجمعيات، هذه الجمعيات تضع التقرير المالي النهائي على صفحات الانترنت بتاعتها لكي تعرف مدى معيار الشفافية في اتخاذ القرار الداخلي إلى آخره إلى آخره إلى آخره. هو الرئيس الواحد الأوحد اللي هو صاحب القرار في كثير من الجمعيات، ودي تعتبر كبيرة أخرى من الكبائر. نمرة 2، هل هناك هيكل تنظيمي يتفق مع احتياجات، هل هناك هيكل تنظيمي
يتفق مع احتياجات المجتمع حيث يحق للفئة المستهدفة الإشباع ويوفر بيئة عمل لتلبية المتطلبات المرجوة. هل هي في هيكل؟ إذا أردنا أن نعمل هذا هيكل تنظيمي، ده لابد يكون هيكل تنظيمي مرن جدا علشان يستطيع أنه يتكيف مع احتياجات المجتمع، مش هيكل تنظيمي صلب. ويقول القائمين على هذا الهيكل التنظيمي يكون من الأكفاء ذو الخبرة، ليس فقط الخبرة المهنية في العمل الإنساني والعمل المجتمعي، بل الخبرة المهنية في فهم ثقافة المجتمع والتكوينات المجتمعية المختلفة بديموغرافياتها المختلفة وقيمها المختلفة وثقافاتها المختلفة وعرفها المختلفة. المرونة بتديك ايه؟ بتديك مرونة عند عقلية الشخص الذي يستطيع ان هو يدير هذا هذه المؤسسة، زائد عقلية الشخص الذي يستطيع ان يفهم ماذا يريد المجتمع او احتياجات المجتمع. فان اردنا ان احنا نجد هذه نحل هذه المعضلة، فلا بد ان نعين الاكفاء القادرين على فهم المجتمع وفهم كيفية تعامل المجتمع كيف نتعامل المجتمع. لكن للأسف احنا بنعين اصحابنا، بنعين اقاربنا، بنعين ابناء الجماعه اللي احنا بنعرفها او ابناء الحزب السياسي اللي احنا بنعرفه، وبنعين بالتليفون، وبنعين بالحلم. انا شفت حسن جاي عندي في المنام الليله، يلا حطه فوقك، كانك انت نبي مرسل او رسول مرسل وربنا سبحانه وتعالى ارسل لك في المنام بتاعك رؤيه صالحه عشان تعين فلان او فلان. وعدم، ودي جزء منها بردك، عدم يعني انا ما قلت التعيين عندنا في مشكله كبيره جدا 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 جدا. نمرة 2، ان احنا في جميع في غالبيه مؤسساتنا في العالم العربي والمناطق الاخرى النساء فيها مهمله، مش موجوده، وده جزء كبير جدا من المجتمع يستطيع ان يحقق يديك الاجابه على هذا السؤال. الشباب مش موجودين، ده الشباب موجود والنساء موجودة بوده حوالي 60-70% من المجتمع، وتنحصر القرار السياسي ما بين مجموعة معينة من فئة معينة من توجه معين من خلفية معينة. فإن كان هذا الأمر فلن يستطيعوا تحقيق وهذا السؤال والاستجابة لمتطلبات المجتمع المتغير. السؤال الثالث، هل هناك نظم تحقق شبابية الجمعيات والمؤسسات وتجعل هناك شبابية في البرامج والأداء؟ في نظم بس احنا ما بنتابعهاش. انت عايز تحقق الشبابيه ازاي و 90% او 80% من اعضاء مجلس الاداره فوق 60؟ انت عايز تحقق شبابيه المجتمع ازاي او المؤسسه ازاي وانت ما عندكش في الموظفين في الادارات العليا او الوسطى شباب او نساء؟ ازاي هتحققها؟ ازاي هتحققها؟ للأسف احنا في أعمالنا الخاصة في شركاتنا الأب بيجيب ابنه يعلمه من الصفر عشان يكبر، لكن في العمل الخيري بندوس عليه بالجزمة بالجزمة، وكأن العمل الخيري ده ملك أمي وملك أبويا وملك خالتي وملك عمتي. هو مش عارف الشخص المسؤول ده اللي قاعد من المعمرين أو من المعلقات يعني بنتكلم عنه إن هو خادم للمجتمع من خلال وجوده داخل الجمعية، والمجتمع من حقه أن يسأله في كل كبيرة وصغيرة. فأين الشباب عشان نحقق الشبابية؟ وأين النساء عشان نحقق الشبابية أرضا؟ عشان يكون الجمعية بتاعتنا فيها كل أطياف المجتمع العمرية، الشباب والرجولة اللي هم في السن معين، أو حتى الشيوخ نستفيد بيهم من النساء ومن الرجال. فإن لم يكن هؤلاء موجود وفي سيستم موجود داخل المجتمع داخل مؤسسة لكي يرقي هذه الطاقات الشبابية بكفاءة. العملية مش ان انا اكون مؤسسة غنية او كذا وعايز اجيب من بني وطني فقط وهم على غير دراية وعلى غير معرفة وعلى غير قدرة، وحطهم بس عشان ياخدوا قيادات في المؤسسة. ده بيخلي المؤسسة وللأسف تنزلق وتتأخر. ليه؟ لان انت بتجيب شباب وطنيين لكن الناس عندهم ده الخبرة والقدرة ولا الرؤية والمعرفة ولا الكيفية كذلك في تنفيذ هذا. حينما نأتي نكون داخلين هؤلاء نعمل النظام داخلي لترقية الشباب وتدريب الشباب، وأهم شيء في الترقية والتدريب
والعمل هو ان انا ارسل هؤلاء الشباب، خاصه شباب الدول الغنيه اللي في المنطقه العربيه، يروحوا يعيشوا زي ما كان عبد الرحمن الصميد رحمه الله عليه عايش في وسط ايه، في وسط الادغال، زي ما النساء والرجال والكهول من اوروبا وامريكا الى اخره سافروا لاسيا وسافروا لافريقيا منذ عشرات السنين او مئات السنين علشان يوصلوا الخدمات المجتمعيه. العمليه القرار مش هيكون، التربيه دي مش هتكون انت هتحطهم على مكتب في الكويت ولا مكتب في الدوحه ولا مكتب في القاهره ولا مكتب في لندن ولا مكتب في جنيف ولا مكتب في نيويورك ولا مكتب في واشنطن ولا في باريس، لا لا لا، لابد يروحوا الميدان لكي يتعلموا، حتى الكبار لابد يروحوا الميدان ويعيشوا هناك، شوفوا كيف يعاني المواطنين هناك لكي ترجع الروح والشبابيه مره اخرى للجمعيه. السؤال اللي بعد كده، هل متوفر خطه احلال اداريه واقعيه ووفق نظم تحقق الاستمراريه والدوريه؟ ايوه، في خطط، في خطط موجوده وعند وزارات الشؤون الاجتماعيه كلها موجوده في الارشيف، تاخدها على طول، ان كل 3 سنين او كل سنتين او كل 4 سنين بيحصل انتخابات في جمعيه عموميه، لكن احنا للاسف بنعبد الاشخاص، قال الرئيس، ذهب الرئيس، مات الرئيس، عاش الرئيس، يحيى الرئيس الى اخره في الجمعيات. فاذا كان الانظمه اللي احنا بننفذها في الجمعيات، بالرغم من في داخل الوزارات في قوانين تحكم الجمعيه، الا ان انا بحول هذه الجمعيه الى دكتاتوريه قبليه او دكتاتوريه فكريه او دكتاتوريه شخصيه لشخص او مجموعه من الاشخاص. المشكله مش في القوانين، القوانين موجوده، المشكله في اداء الاشخاص الذين لا يحترمون القوانين، والذين يقنعون الناس بأنهم لولاهم ما كانت الجمعية، ولولاهم لذهبت الجمعية، وبهم فقط تستطيع أن تستمر الجمعية. ده كلام فارغ وكاذب وهراء. لابد أن يكون في إحلال دوري، ولابد يكون في محاسبة. محاسبة مين؟ كنا مرة في جمع جلسة من الجلسات، فأعضاء مجلس أمناء مجلس إدارة بيقول احنا هنحاسب الموظفين، فرد موظف منهم قال له طب مين اللي هيحاسبكم؟ قال له ربنا. طب فالموظفين ردوا عليه طب ما احنا ربنا برضك حاسبنا. فلابد ان يحاسب مجلس الاداره ومجلس الامناء من مجلس اعلى منه. ما يبقاش المجالس بتاعتنا صوريه زي ما عبد الحليم كان بيقول، صوره صوره صوره، كلنا كده عايزين صوره، صوره للشعب الفرحان، هو فرحان مش عارف فرحان ليه؟ تحت الرايه المنصوره. فاحنا بنجيب رؤساء نعبدهم، نقرب ليه؟ لأن نعبدهم، وكل كلمة اللي يقولها الرئيس وللأسف يعني هي تعتبر قرآن وحديث وإنجيل وتوراة. بعد كده هل هناك خطة تدبير أموال تقوم على شحذ الجهود المحلية في الشراكة في سد الاحتياجات الإنسانية؟ حصل أمثلة كثيرة جدا جدا للمجتمعات الفقيرة أن تجد مؤسسات أقوى كتير جدا من المجتمعات الغنية. المجتمعات الفقيرة زي بنجلاديش وزي الهند وزي الصومال وزي السودان وزي كتير جدا من المجتمعات خرجت إعجازات. أنا أديك بعض الأمثلة هنا موجودة. نجد هنا هو في أول واحد بنتكلم عنه الله رحمة الله عليه، إيدي من باكستان، راجل بسيط جدا جدا جدا، حط فكرة العربيات الإسعاف واصبحت اكبر مؤسسه في باكستان. هو مات العام الماضي رحمه الله عليه. محمد يونس في بنجلاديش، بنجلاديش مش دوله غنيه ومش دوله مانحه، وبنك الفقراء ده يعتبر من اكبر الانتاجات الاعجازيه في العالم مش بس في بنجلاديش. من تاني عبد الرحمن الصميد في الكويت رحمه الله عليه، بالرغم انها دوله غنيه الا انه استطاع ان ينشئ مؤسسه العون المباشر، او اللي كان زمان اسمها لجنه مستملي افريقيا، انها يكون لها شغل في 35 او 36 دوله افريقيه، كله من الجهود الذاتيه داخل المجتمع الكويتي. واحد اسمه المهندس صلاح عطيه في مصر، يعني بدا كان كل امواله بتطلع جزء من الربح بتاعه يحطه في العام الخالي. لما توفاه الله سبحانه وتعالى رحمه الله عليه من سنه او سنتين، لان مصر كلها خارجه بعشرات الالوف تشيعوا الى مثواه.
في مدينة مالي أنا كلمت عنها السيدة بكتوب، كان سيدة السيدة الأمينة التي تحفظ عندها الحاجيات بتاعة البلد. وفي في مصر كذلك في شخصية أخرى اسمها الأميرة فاطمة اللي كان ليها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إنشاء جامعة القاهرة. في كتير جدا أمثلة، يعني المفروض نعمل حلقة واحدة بس عن المبدعين اللي محدش يعرفهم في التاريخ، عشان كل واحد فيكم سواء كان شخص رجل أو امرأة، شاب أو شابة، بدل ما احنا قاعدين على الانستجرام والتويتر والفيسبوك ناخد هؤلاء الناس كأمثلة كان نستطيع أن نحتذي بهم في العمل بتاعنا. طبعا في الغرب في كتير جدا من الأمثلة، كتير جدا من الأمثلة. الذي أنشأ الصليب الأحمر بفكرة في نهاية الإيه؟ في وسط القرن ال19. السؤال اللي بعد كده هو الجمعيات والمؤسسات التي تمثل دولا ذات قدرة مالية، خلاص إن الدول غنية وتعمل في دول فقيرة، مهما كان قدرتها، هل دورها في سد الاحتياجات بالعطاء أم في تنمية هذه المجتمعات أم في الاستثمار في العنصر البشري؟ سد الاحتياجات ده من المعلوم من الدين بالضرورة، خاصة في الكوارث، ده كانت كوارث طبيعية أو كان كوارث ناتجة عن الصراعات المسلحة. لكن ما يصرفش كل المال في الأكل والشرب والنوم والإيواء، لا، هذا خطأ. أغلب مؤسساتنا في الدول هذه بتصرف أموالها فقط على سد الاحتياجات بالعطاء، وده خطأ مهني وخطأ ميداني في العمل، خطأ مهني وخطأ ميداني في العمل. بالك تنمي المجتمعات ده فرض عين عليها، لأن هذه المجتمعات لابد أن لا تصبح مستجدية بل تصبح مستقلة وقادرة على الإنتاج. زي ما ذكرت في الشريحة اللي قبل كده هو أن في من الدول الفقيرة طلعت إبداعات غير عادية، فأصبح ده الفرض. الفرض أن هو تنمية المجتمعات لكي لا تصبح مجتمعات متسولة، ومن خلال الاستثمار في العنصر البشري. أهم استثمار في أي مجتمع في العالم هو الفرد الإنسان الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى على عمارة الأرض وعلى خلافة الأرض، سواء كان الإنسان امرأة أو رجل، فتاة أو شاب، كهل أو عجوز إلى آخره. ونرجع لمثل هذه الأشياء ونرى إن كل هذه الأشياء بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا لابد لهذه الجامعة حتى في وقت الكارثة نقسم المال إلى جزئين، الثلثين للتصدي لأبعاد الكارثة، الثلثين التصدي لأبعاد الكارثة اللي هو في الأكل والشرب والحاجات دي كلها، والثلث الآخر اللي هو بيكون نحط فيه نبدي فيه القدرات تنمي المجتمعات فيه وننمي في العنصر البشري. يبقى ثلثين في الكارثة الكارثة الثلثين للأكل والشرب والاستجابة للكارثة، والثلث ده مهم جدا لو ننمي به المجتمعات ونستثمره في بناء القدرات بتاعة البشر. النقطة اللي بعد كده سوري أنا كنت فاكر السؤال جاي ناحية، السؤال جاي من ورايا. ما هو رأس المال الحقيقي للجمعيات؟ هل التكنولوجيا؟ الممارسة المدنية؟ أم المال؟ في نقطة ناقصة هنا، المال. احنا ممكن نشتري تكنولوجيا لكن ما نعرفش نستعملها، ممكن نشتري تكنولوجيا عشان نتصور جنبها، ممكن نشتري تكنولوجيا عشان نوريها للناس، ممكن نشتري تكنولوجيا عشان نقول للناس احنا ايه، شوفوا احنا عندنا كذا وكذا، وكل ده ايه؟ فنكوش. يبقى نرجع لفيلم الفنكوش بتاع عادل إمام. التكنولوجيا مهمة بس للي يقدر يستعملها واللي يقدر يحقق بها الأهداف اللي هو عايزها. المال مهم جدا لكن المال مش هو المؤشر الوحيد على نمو المؤسسة. المال كان يصبح ورم. ليه؟ لأن لو كانت الإدارة اللي داخل المؤسسة ضعيفة هيكون المال كارثة عليها. لو كانت المؤسسة اللي داخل اللي إدارتها ضعيفة وغير يعني ليس عندها الكفاءة هيصبح المال وبال عليها. ليه؟ لأنهم
مش هيعرفوا يتصرفوا فيه صح، يحصل فيه بعد كده الفساد. والفساد بيتنوع لكل شيء، لكل مجال من المجالات داخل المؤسسة اللي بنتكلم عنها. فالمال مهم، لكن بناء المؤسسة من الداخل أهم، لكي نحافظ على المال ونحافظ على تنمية المال ونحافظ على كيف نصرف هذا المال في الأماكن المختلفة وفق احتياجات المجتمع، ليس وفق أهوائنا أو مزاجاتنا الشخصية. أما الرأس المال الحقيقي بتاع أي مؤسسة في العالم هي اللي هي إنتاجها وإنجازها وتأثيرها الميداني. أنا صرفت مثلا في السودان 5 مليون دولار وعملت 20 بير 30، هل أنا قصت أثر هذا على تنمية المجتمع؟ هل أنا قصت هذا أثر هذا 5 مليون دولار في السودان على تنمية الأسر؟ هل أنا قصت هذا على تنمية الفرد نفسه؟ شفت بعد ايه؟ انا بروح اقول والله ناخد صورة كبيرة كده ومنازل صارف 200 بير وبعدين ونصهم بعد كده يتعطل بعد سنة ولا سنتين، لكن الصورة الاولانية اللقطة اللي بيقولها في الاعلام هم راح خدوا اللقطة ومشوا. دلوقتي كنا احنا عملنا خطأ في 2011 في قضية الصومال والجفاف، كلنا اي بير هاد بير هاد بير هاد، وانا كنت بالناس دول. اتضح لنا ان الحل مش البير قبل عمر رح كان الحل اللي هو التنمية المستدامة في بناء السدود، لأن كل سنة بتنزل في الصومال وبتنزل في جيبوتي أمطار كثيرة مبالك وبتذهب هباء، يعني مليارات الأمطار المكعبة من المياه المطر تنزل كل سنة مطر في الصومال وفي جيبوتي إلى آخره إلى المحيط. فالمؤسسة اللي عندها رؤية وعندها فكر وعندها قدرة تستطيع انها اذا ارادت ان تنمي تكون عندها خبرة في المجتمع، انها بدل ما تبني البئر وتاخد اللقطة تروح تبني السد، لان السد هيرفع من منسوب تخزين المياه في الارض هناك في الصومال. فالميدان هو المحك، مش الصورة، مش المكتب الرئيسي، مش الرئيس، مش الزوار، مش الضيوف، مش النجوم اللي احنا بنجيبهم، مش ان احنا مثلا يكون واحد من لعيب الكرة مثلا ميسي ولا كريستيانو رونالدو ولا زين الدين زيدان سفير لينا يبقى احنا مؤسسة حلوة، لا ده ولا شيء، ده فنكوش تاني، وده اقل من فنكيش عادل امام، هنعمل له بنكوش بعد كده، هنشيل فين نقول له بنكوش، وهنسميه علي كوش ومحمد كوش وحسن كوش وحسنية كوش الى اخره. اروح اجيب واحد عشان اتصور معاه؟ لا، هو في النهاية انا اروح اتصور مع ايه؟ مع قياس الاثر ليا في بنجلاديش، قياس الاثر ليا وكيف صرف كل دولار وكل درهم وكل ريال وكل جنيه، وما تاثير هذا على المجتمع ثم على الاسره ثم على الفرد ثم على المناخ اللي احنا عايشين فيه، المناخ اللي احنا عايشين فيه كذا. فلذلك نرجع مره اخرى قبل ان ننتهي فنلخص هذا العرض، نرجع من الاول خالص يا لخص ايه. أنا قلت رأيي الشخصي إن التسييس والعسكرة والأمننة دول بالنسبة لي أنا شخصياً اللي هم إيه بالنسبة لي شخصياً يعتبروا من الكبائر في العمل الإنسان على المجتمع، خلاص ده بالنسبة لي. دي بعض الوكالات التنمية الدولية اللي عملها الحكومات لأنها آمنت بقوة القوة الناعمة، بقوة القوة الناعمة لعمل الإنسان، وإحنا في بلادنا والأسف بنقتل أي قوة ناعمة دي كلها. دي فراق نظم لكن ما فيش شفافية في كثير من الجمعيات، هناك هاكل لكن ما فيش ما يشملنا عشان تستطيع تجيب لاستجيب الاحتياجات. الاستجابة الاحتياجات مش مجرد أنا أحط هيكل كده شكله جميل كده، لا، الاستجابة الاحتياجاتنا عمل بلاك ورؤية. هناك عايزين نخلي مؤسساتنا شابة، لابد نكون للشباب والنساء دول قوي جدا فيها، يكون فيها إحلال دائم للإدارات العليا، لابد يكون في خطة الإحلال أيضا، ودي موجودة في كل الوزارات. من الأمثلة أنا ذكرت كتير جدا من الأمثلة زي المهندس صلاح عطية من مصر، إيدي من باكستان، محمد يونس من بنجلاديش، سيدة بكتوم من مالي إلى آخره، والأميرة فاطمة من القاهرة. الاستثمار في العنصر البشري والتنمية هم أهم شيء
من مجرد الاستجابة بالأكل والشرب. يعني اعمل استجابة بالأكل والشرب والكساء، لكن في نفس الوقت تلت الميزانية بتاعتك في أثناء الكارثة اصرفها على المجتمع المحلي عشان تنميه. الرأس المال الحقيقي لأي مؤسسة هو الممارسة الميدانية. خلاص خلصنا؟ معقولة؟ طيب يلا، جزاكم الله خير وشكرا، ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم أو اللي بعديه، ونتمنى لكم يوم جميل، وبكرة الجمعة وكل سنة وانتم طيبين، وبعد كده السبت والحد لإخواننا اللي هم المسيحيين واليهود، يعني عشان ربنا يكرمهم ويروحوا بقى يصلوا بقى الأيام دي. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.